مطالبات شعبية وأكاديمية بإلغاء مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي وصف من قبل إعلاميين ومدونين بأربع موبايل. جابر جمال والتفاصيل. أربعة موبايل، تسمية بدأ يتناقلها إعلاميون ومدونون وناشطون على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تسعى الكتل السياسية داخل البرلمان للتصويت عليه بعد وصول نضجه التشريعي لقراءتين. يتفق الجميع على ضرورة وجود قانون يكافح ويحاسب المخالفين إلكترونيا، لكن القفز من الجرائم الخطيرة كالمخدرات والإرهاب والإتجار بالبشر والتحريض على الطائفية والقومية أو التزوير وانتحال صفات وغسيل الأموال إلى مكافحة الآراء هو ما أقلق نشطاء الرأي. أربع موبايل، أربع إرهاب، قضايا ترتبط بتهديد حرية التعبير، قضايا ترتبط بحق المواطنين بالحصول على المعلومة، حق المواطنين في الانتقاد، حق المواطنين في استخدام آرائهم وتصوراتهم عن الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في قضايا الفساد، في قضايا إدارة الدولة، وبالتالي لا بد أن يمنح لهم هذا الحق، ويجب أن يمنع أي قانون يؤثر على ذلك. قانون فيه قنابل عديدة، فيه هفوات عديدة، حتى في تسميته هنالك خطورة. يعني أنت أصلا تقول أن هنالك القانون تسميه جرائم المعلومات، وكأنه أنت حكمت عليه مسبقا بأنه مجرم. افترض أن يكون هناك جهد حقيقة مكثف في وقف هذا القانون. أنا أعتقد البيئة غير ملائمة الآن، لأنه هذا القانون تشريع الجرائم المعلوماتي لو يعني فصلناه فربما سيكون مسؤولية الدولة أكثر ما مسؤولية المواطن، بمعنى كل المواد تنطبق على المسؤولين. يعني يجب حرمان المسؤولين حقيقة وإدانتهم، لأن هم المسؤولون عن تسريب كل ما يتعلق بالأمن الوطني، عن سمعة البلاد من خلال هذه العقود ومن خلال الفساد المستشري في العراق. حماية الطبقة السياسية للمجتمعية تميل نصوص القانون التي صيغت بكلمات وجمل يقول عنها قانونيون إنها فضفاضة وتقبل التأويل والتفسير بوجوه عدة، والمضي نحو التصويت والإقرار قبل إجراء تعديلات عليه يضع أصحاب الرأي في مواجهة قانونية مباشرة مع من ينتقدون. العراق يعيش حالة من العوق الدستوري بغياب المحكمة الاتحادية، وبالتالي تقرير أو إقرار قوانين قد تعارض حقوق المواطن أو المؤسسات الإعلامية من المفترض أن يتم الطعن بها عند المحكمة الاتحادية. غياب المحكمة الاتحادية لعدم اكتمال النصاب، أنا أعتقد هذا استغلال متعمد من قبل الطبقة السياسية لتكميم الأفواه. لذلك هذا الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة جدا حتى قبل إعداده أو إقراره. من المفترض أن تكون هناك ندوات، مؤتمرات إعلامية ثقافية لعموم المجتمع العراقي بكل طبقاته، توعي المواطن العراقي على مستوى التحرك للحصول على المعلومة، وما بعدها يكون جريمة. وتعود مراحل تطور القانون التي نمت مع ترحيله من دورة برلمانية لأخرى إلى العام 2007 بطلب من لجنة الأمن والدفاع النيابية لمجابهة إعلام تنظيم القاعدة الإرهابي، لكن الاعتراضات السياسية عليه أضافت تعديلات على مسودته في عام 2011 وعام 2018 جعلت منه قانون يكافح الحريات بدل الإرهابي، يؤكد ناشطون. جابر جمال، قناة الرشيد، بغداد.